اهلا وسهلا بكل الساده المشاهدين اللي بيتابعونا وبيشوفونا على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه من التلفزيون المصري. حلقه جديده النهارده من برنامجنا الشهير اكله امي. المطبخ النهارده مطبخ مصري. بيعجبني في المطبخ المصري كل محافظه مستقله باكله كده مشهوره. اخواننا في الشرقيه تلاقي عندهم مثلا الحواوشي بلد معينه كده شاطره في الفطير المشلتت والحاجات دي. بحري الكشري البحري اللي هو العدس الاصفر بالرز المصري بتاعنا. في الصعيد الكشري الصعيدي. اخواننا في اسكندريه يقول لك الكبده الاسكندراني، الملوخيه الاسكندراني، الجمبري الاسكندراني. بس في اكله بقى مشهوره جدا من ايام اليونانيين اسمها المزاليكا. المزاليكا دي مصطلح يوناني، الله اعلم اذا كان يوناني او ايا كان، ولكن الطريقه بتاعتها نفسها تفتح الشهيه، اللي هي حلويات الخروف عموما سواء اذا كان كبد وكلاوي ومخاصي، كل ده مع بعضه بياخد فلفل الوان وبصل وتوم، ولكن كالعاده الشيف المغازي له التركايه بتاعته، بتبقى فيها شويه زفاره شويه، خاصه لو كانت ضاني، فص المستكه هنا او قليل من المستكه بيمنع الزفاره اذا كانت ضاني او ايا كان، معاها طبعا العدل بتاعها شوية لسان العصفور بالجزر. أنا بيعجبني السكريات اللي موجودة في الجزر مع لسان العصفور، واخد البهارات واخد الفليفر، إذا كان حبهان ورق لورو الحاجات الجميلة، فلفل أسود. الطبق ده جميل جدا على فكرة، ولو عندك شوية شوربة في التلاجة بتاعت فراخ أو لحمة سابقا يا ريت تستخدميهم مع الطبق اللي عامله دلوقتي لسان العصفور بالجزر. السفرة بتاعتي عدلها أكيد طبعا سلطة خضراء، دي معانا يوميا من خير أرضنا. عندنا البصل والطماطم والخيار والخس، كل ده بيجمعهم طبق واحد بطريقتك انت التست طبعا والفليفر. ولكن البطيخ بتحدد اقامته مع طبق جبنه ماشي بالليل كده اللطافه والجو، ولكن ناكل البطيخ سموزي او نشربه سموزي مع ايس كريم ده الجديد. الاطفال بالتاكيد هيحبوه لما ناخد البطيخ ونشيل البذر منه ونضربه في الخلاط مع ايس كريم مع تلج مع ورقتين نعناع اخضر، بالتاكيد الطعم هنا هيكون طعم تاني خالص ومختلف، والبطيخ هيروح في حته تانيه، ولو كان الايس كريم بالفانيليا بالتاكيد هيكون الطف واكتر بكتير للاطفال الحلوين. انا مش عايز اطول على حضراتكم لان في تفاصيل كتير النهارده مع المزاليكا من المطبخ الاسكندراني لاخواننا في اسكندريه، اوعوا تروحوا بعيد تابعوني بعد الفاصل. ورجعنا لحضراتكم بعد الفاصل. الطبيعي بنجهز نفسنا، وانا عايزك برضو لما تخش المطبخ تبقى زي الشيف كده مرتبه حاجتك، كل حاجه مغسوله وجاهزه وزي الفل. الكبده او المزاليكا اللي معانا دي، القلوب والكلاوي والمخاصي دي ما تتغسلش بعد التحضير، يعني جبتها من عند الجزار. عند الجزار يعني واحد ليا جزار صديق اسمه بركوتا بركات يعني، فعايز منه لحمه، قال لي بقول لك ايه يا شيف انت محظوظ وامك دعيالك، لسه عندي شويه مزاليكا كده شويه كبد على كلاوي لسه جايين طازه، قلت له اديهم لي اهم. حلو، بنجيب الكلاوي بنجيب الكبد بنقطعها دلوقتي مكعبات مع بعض بالشكل ده كده ونتبلها، ونجهز البصل ونجهز الفلفل الالوان كل ده مع بعضه. نشوف المقادير يا استاذه رحاب بعد اذنك. مقادير المزاليكا الاسكندراني ممكن تعمليها بالطريقه اللي انت حباها، انا هعملها النهارده مع فلفل الوان مع بصل وتوم، البهارات بتاعتنا ملح وفلفل، فص مستكه حلو عشان الزفاره لان دي معايا ضاني اهي زي الفل. قطع الفصوص بتاعت الكلاوي دي كده بالشكل ده كده حلو قوي. طبعا نصيحه مني قطعتها كده ما تتغسلش خالص ولا تجيبي جنبها الميه طالما غسلتيها وهي سليمه، ولو جايبها من عند جزار معرفه اهو بالشكل ده كده. قطع مكعبات صغيره حلو قوي. الحاجات دي لما تيجي تخزنها في الثلاجه لازم تخزنها في درجه تبريد عاليه جدا. المقادير على الشاشه، كلاوي كبد مخاصي وبصل وتوم وفلفل الوان، بهاراتك ملح وفلفل، والاساس طبعا شويه فلفل حار حلوين كده. ويا ريت تسالي ضيوفك وتسالي حبايبك اللي انت عازماهم النهارده على الطبق المزاليكا ده كده، بتحبوها سبايسي كتري الفلفل الحار، ولكن هي لازم تاخد فلفل رومي. قطعناه بالشكل ده كده. معانا كمان الحلويات بتاعه الكبده، الحته دي اداني بركوتة والله قال لي محظوظ مسكها شفاها. طبعا الحته دي جاي دايما جنب الكبده اهي، هي مش دهون على فكره، الحته دي حلوه على فكره لو الجزار بيحبك هيديها لك اهي. عايز اقول لك دي يعني احلى حته في الذبيحه زي ما بيقولوا اهي، هي مش دهون بالشكل ده كده، يعني هي لما تستوي دلوقتي هتبقى حاجه لطيفه قوي. هنقطعها دلوقتي كده مع بعض اهو بالشكل ده كده مكعبات. برضو معانا المخاصي دي برضو نقطعها كده، الراجل الطيب من دهالي متنضفه جاهزه، يسلم ايده اهو.
يعني انا دايما بقول الجزار ان احنا نكون بينا دايما صله رحم بينه، يعني في الحته جارنا حبيبنا معروف، ابويا والدي مامتي كانت بتتعامل معاه، والله اتجوزت ورحت مكان تاني، احنا فينا العادات دي، بجيب لحمتي من البلد، ليه الجزار عارفني وعارف بابا وعارف ماما؟ الحاجات دي كلها موجوده دلوقتي على فكره، يعني اعرف ليه اصدقاء ياخدوا اللحمه بتاعتها من الصعيد، لو سكرت حتى راحت في اي مكان، متعودين على الجزار والقطعيه بتاعت الجزار ده، ده اللي انا عايزه، ليه؟ بيبقى في اهتمام شويه مع قطعيه اللحمه. عندنا المزاليكه متقطعه وزي الفل، حلو الكلام؟ معانا طاسه على النار، هنحط فيها شويه زيت زيتون، وعندنا فلفل وعندنا بصل وعندنا كمان فص ثوم وعندنا شوية مستكة حلوين. هنجيب بلانشة تانية كده عشان نقطع الخضار بتاعنا زي الفل. اللهم صل على النبي. معانا فلفل ألوان دهوت ومعانا بصل، بيعجبني أنا شكل الفلفل الألوان بتاعته الحلوة دي كده زي الفل. ومعانا كمان بصلتين حلوين اهوت، هناخد البصل ده كده قطع مكعبات. المطبخ المصري اللي بيميزه انه ممكن كل يوم تعملي الطبق بطعم مختلف. يعني لو هتعملي صينيه بطاطس بالفراخ مثلا، مره هتعمليها بالطماطم، مره هتعملي الفراخ مشويه من غير طماطم، مره هتعمليها بالزبده والليمون. هناخد البصل ده كده زي ما هو الاول، ينزل هو في النار مع شويه زيت حلوين. اللهم صل على النبي. الطاسه بتاعتك بتكون سخنه، المزاليكا عايزه جريلا سخنه، عايزه طاسه سخنه. ايه الاخبار هنا؟ نعلي النار شويه، فص المستكه معانا، ناخد الريحه بتاعته ده كده وننزل بالبصله بتاعتنا دي كده. الله، حلو اهو. الصينيه دي هتخش الفرن، الصينيه اللي انا هحط فيها المزاليكا دي كلها هتخش الفرن. حلو اهو. معانا فلفل الوان، فلفل الالوان لازم يتقطع بالشكل الكبير ده كده، ممكن على فكره تعمليها بتوم وبس وبصلايه، بس انا بحب دايما معاه الفلفل الالوان اهو. حلو، نفس القصه، سكينتك تكون حاميه في تقطيع الخضار بالذات، ليه يا شيف مغازي؟ علشان السوائل بتاعه الخضار ما تنزلش على البلانشه. وادي الفلفل الاصفر بتاعنا، اللهم صل على النبي. نفس القصة، الفلفل ده برضو عجبني لونه البرتقاني ده كده، وده نادر وجوده يعني. الحاجات دي كنا زمان نتصور معاها سيلفي، دلوقتي الحمد لله عندنا كل حاجة. وبصراحة أنا بشوف دلوقتي البطيخ الفواكه بنشهد يعني حاجة جميلة بطعمها الحقيقي وبشكلها الطبيعي، المشمش السنادي البطيخ دي نعمة من عند ربنا والله العظيم، الحمد لله. ناخد البصل ده كده برضو، ده كرات افرنجي، نقطعه كده ونحطه في قلبيها، هي دي المزاليكا. الله، تسلم ايدك يا عم الشيف. هناخد الخضره دي نخليها زي ما هي كده، شوف انا هشتغلها ازاي. حلو قوي. ونجيب بقى ايه، بوله كده حلوه، اللهم صل على النبي. دي طريقتي والله، انت ممكن تعملها بطريقه تانية، في حاجات كده يعني ممكن نبدع فيها، يعني زي الكبده الاسكندراني، الحاجات الحلوه اللي احنا بنحب ناكلها. هناخد كل المزاليكا دي كده مع بعضيها. سامع يا شفيق الكلام الحلو ده؟ يخليك تفحت في الزلط والله العظيم. ازيك، اشكرك، بشكرك والله من خلال شاشه القناه الاولى. محظوظ يا شيف، حب الناس وحب، على فكره حب حضراتكم ده اللي بيخلينا نوصل لقلوبكم بسهوله، لان احنا بنتكلم من قلبنا، بنحاول نوصل لحضراتكم بتلقائيتنا بطبيعتنا زي ما حضراتكم شايفين كده. انا عملت ايه دلوقتي؟ خدت المزاليكا كلها يا عم الشيف، حطيتها ببوله، حطيت عليها توم مطحون ناعم، البهارات بتاعتنا فلفل اسود، شويه الملح التمام، حلو قوي، كل ده مع بعضيهم. زيت زيتون، وعند الخضره في قلب النار، وهنحط شويه عصير ليمون عليها كده. ونقلب كل ده مع بعضه، المزاليكا مع التوم مع البهارات، ملح فلفل، ايه الحلاوه دي؟ اهو شايفين الجو ده كده اهي، تقلبيها كده. هنعمل ايه دلوقتي بقى؟ في طريقتين، يا اما دي تاخد صدمه ناريه قبل الخضار وننزل عليها بالخضار، يا اما طريقه الشيف المغازي عندنا فرن درجه حرارته عاليه جدا والشبكه فوق
بتاعه الفرن قريبه للنار. هاخد المزاليكا دي بعد ما تبلتها بالشكل ده كده بالثوم بالبهارات بتاعتنا طعم الحلو ده كده، واسقطها على وش الخضار كده. ايه الحلاوه دي يا عم الشيف؟ ايه الهدف من هنا بقى؟ الهدف من هنا الخبره الطهويه اللي حضراتكم اتعودتوا عليها مني، التركايه ان المزاليكا دي بالتوابل بتاعتها هتنزل بهريز، هتنزل صوصات، هتنزل طعم، هينزل على الخضار بتاعنا بالشكل ده كده. هناكل الخضار ونسيب المزاليكا دي على فين يا عم الشيف؟ زي ما هي كده هندخلها الفرن زي ما هي، مش هاجي جنبها بحاجه. كل اللي انا هعمله معايا قرنين فلفل حلوين كده برزنتيشن حلو اهو بالشكل ده كده، علشان اللي بيحب الحار على الوش هنا كده، اللهم صل على النبي اهو. وهندخلها الفرن في درجه حراره 200 زي ما هي كده. مخرجنا الجميل صل على الحبيب قلبك يطيب، بنرفع الشبكه بتاعه الفرن فوق تبقى قريبه لدرجه الحراره من فوق بالشكل ده كده اهو. حلو قوي، يلا بينا يلا بينا اهو. ايه الحلاوه دي؟ اهي زي ما هي كده اهي 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 اهي. حبايبي اساتذه المصورين فرسان التلفزيون مصر اهو اهو، الصوره الحلوه على البوتاجاز تتحدث عن نفسها. هناخدها زي ما هي كده وتخش الفرن اهي. المزاليك على طريقه الشيف المغازي، اللهم صل على النبي اهو. قول لي اقفل الفرن، اقفله. صل على الحبيب، ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ يلا صل على الحبيب. انا هوريك بس كده من بعيد كده وادلعك اهو اهو. بص عليها اهو اهو، لسه اسحبها لك بره شويه عشان بحبك اهي اهي. المزاليكا بص عليها كده وصل على الحبيب قلبك يطيب اهو. اهي يا فندم اهي 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 اهي. ايه الجمال اهو اهي يا فندم. انت عايز تعور ايدي اهو 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 يا فندم اهو 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 اهو. ايه الحلاوه دي؟ اهو حبيب اهو اهو حاضر اهو اهو اهو. هي الفكره في ايه؟ فكرة الطريقه اللي انا استخدمتها دي دلوقتي عشان تبقى حضراتكم عارفين، هو العادي او الطبيعي ان احنا بناخد المزاليكا او الكبده الاسكندراني ننزلها في قلب الطاسه مع زيت وتستوي وتتحمر وننزل عليها بالخضار، دي طريقه. هنا بتبقى الطعم واخد سكتين، الفلفل والخضره واخد طعم، والمزاليكا او الكبده الاسكندراني واخده طعم. اما طريقه هي نفس الطريقه بس انا شويه فيها خبره طهويه، خدتها تبلتها، خدت الخضار عملته صدمه ناريه، اول حاجه البصل مع الخضار بتاعنا، خدت المزاليكا بالتتبيله بتاعتنا كلها حطيناها على الوش وحطيناها على الشبكه بتاعه الفرن. هنا هي بتتشوي دلوقتي زي الشاورما، بتنزل البهريز بينزل على الخضار. هنقلبها تقليبه ونقدمها زي ما هي كده بألف انا وشفا مع لسان العصفور. انا والاستاذ المخرج بنرتب المزاليكا تطلع فين دايما، يقول لك في المقدمه، ده الطبق الاساسي. المزاليكا نبص عليها كده في الفرن قبل ما تطلع عينيا. حاضر اهي، وقول الصوره الحلوه تتحدث عن نفسها اه. اللهم صل على النبي. ايه الحلاوه دي يا عم الشيخ؟ عايزك تعمليها النهارده بالطريقه دي لجوزك ولولادك اه، وقولي لي رايك فيها. اللهم صل على النبي اه. المزاليكا على طريقه الشيف المغازي من المطبخ الاسكندراني، نقول من على شاشه القناه الاولى، نقول من الخبره الطهويه الاستخدام، من الخبره الطهويه اللي استخدمنا للمزاليكا والحاجات كلها مع بعضيها زي الفل كده بالشكل ده كده، اللهم صل على النبي. حلقتنا النهارده بساطه سهوله مرونه، قدرت اخش المطبخ المصري بخفه دم مصريه عينيا اهو. حلو، مهم جدا وانت بتخش المطبخ عايزك يعني ايه؟ اي نعم بتبقى اكلت الاكله دي من ايد والدتك، من ايد حماتك، الزمن الجميل طبعا احنا كلنا عارفين، ولكن انا دايما مع ست البيت ان هي تضيف لمساتها في الطبق، حتى لو كان طاجن باميه باللحمه الضاني، مره تحمري الباميه، مره انك انت تحطي الباميه ني في ني عيني. حاضر، ولكن المزاليكا النهارده قدمتها بشكل جديد بطريقه جديده، الكاس كده زي الفل اهوت، الف هنا وشفا. طبعا الايس كريم باين كده حاجه حلوه، بنشوف بعض المحلات بيبقى طالع بشكل كده لطيف وحلو. لا مش لازم نحط صوص فراوله، ما ينفعش صوص الفراوله هنا هيضيع طعم البطيخ، خلي بالك عينيا يا فندم اهو. اللهم صل على النبي. كل الليله دي والمنيو الجميل اللي حضراتكم شايفينه ده على فكره
عجبني حاجه واحده بس للامانه يعني، صحن السلطه اللي انا عملته اللي هو سلطه الخس بزيت الزيتون مع البصل مع فص الثوم مع النعناع الاخضر، حاجه لطيفه وجميله بتساعد على الهضم. والتركيه انك جديد هنا، خدت البهريز اللي نزل من المزاليكا نزلت بيه على الكبده، يمكن حضراتكم شفتوها، وقلبت لسان العصفور، خدت من طعم المزاليكا، اصبح في انسجام دلوقتي على السفره بتاعتي. والمطبخ النهارده مطبخ مصري ولكن بطعم تاني كالعاده من الشيف المغازي، له لمساته وله تركاته اللي بتحببنا في المطبخ وتخلي كل البنوتات الحلوين واللي متجوزين حديثا يخشوا المطبخ يعملوا اكل لازواجهم ولاسرتهم. رؤية فن ابداع، بنشوفه كل يوم على شاشه القناه الاولى والفضائيه المصريه. منين يا شيف؟ من ماس بيرو. We'll be right back.